تعقد فعاليات الدورة التاسعة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي دورة الخطاط الكبير محمد حمام الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية. ويعقد ملتقى القاهرة التاسعة لفن الخط العربي بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش والجمعية المصرية للخط العربي، ويحمل شعار بناء يتجدد. تأتي هذه الدورة في نسختها التاسعة لملتقى القاهرة الدولي للخط العربي، وتحمل شعار بناء يتجدد. وهذه الدورة شارك فيها لأول مرة يصل هذا العدد 160 فنان وفنانة من مختلف الدول العربية والأجنبية يشارك في هذه الدورة. 16 دولة من دول العالم والعربي والدول خارج الوطن العربي أيضا، معنا الصين ومعنا الهند ومعنا إيطاليا وبولندا وتايلاند وأندونيسيا وماليزيا، عدد كبير من الدول. مع تقدم العلم والتكنولوجيا دلوقتي بقى الطلبة بيستسهلوا بيكتبوش كويس في الكراريس أو في الكشاكيل بتاعتهم، فأنا النهاردة جيت النهاردة معرض الخط عشان أحاول أخد بعض القواعد بتاعت خط النسخ والرقعة، أبسط الخطوط عشان أحاول أنقلها للطلبة إن هم يكتبوا كويس وتبقى دفاترهم كويسة وتبقى خطوطهم كويس. صراحة هذه أول مشاركة عندي وأول حضور لي في مصر وبالضبط بملتقى القاهرة. سعيدة بكمية الخطاطين والمتواجدين الفنانين المبدعين بهذا الملتقى، ما شاء الله عدد كبير ولوحات كثيرة، فهذا راجع لأن مصر فيها مبدعين وفنانين بحجم كبير وفيها حب لهذا الفن الجميل. بالخلفي مباشرة هو يعتبر أول مبنى في العالم أو منزل يمزج ما بين فن العمارة وفن الخط العربي، ويحاكي ثلاث تيارات أصيلة. من التيار الأصيل من أهم أشهر خطاطين على مستوى العالم العربي الإسلامي وأشهر الحروفيين في التجربة الحديثة العربية وأيضا التجربة المعاصرة.